أهلا بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة الخامسة من مادة علم المعادن لتكملة تصنيف المعادن السيليكاتية. الصنف الرابع من المعادن السيليكاتية يسمى بالآينو سيليكاتس أو تشين سيليكاتس، يعني السيليكات السلسلية. آينو سيليكاتس are divided into two groups، يعني تقسم الآينو سيليكات إلى مجموعتين رئيسيتين، هما single chain أو ما تسمى بالبايروكسين جروب، يعني السلسلة المنفردة single chain، السلسلة المنفردة أو تسمى بالبايروكسين جروب، مجموعة معدن البايروكسين. المجموعة الثانية تسمى بالدبل chain، يعني سلسلة مزدوجة أو مجموعة الأنفيبول، الأنفيبول جروب. راح نتناول السنجل chain في البداية، السلسلة المنفردة أو البايروكسين جروب. In the single chain structure, two of the four oxygens in each SiO4 tetrahedra are shared to build long chains of SiO4. The basic structure group is Si2O6 with a ratio of يعني نسبة السيليكون إلى الأكسجين 1:3. في a single chain اثنين من الأكسجين من الأربع أكسجينات، شوفوا إنه هنا 1 2 3 4، اثنين منها من هاي الأكسجين تتشارك لبناء سلاسل طويلة من الـ SiO4. تتشارك اثنين، شوفوا هنا 1 2 3 4، هاي الاثنين هنا تشاركت لبناء إيش؟ سلسلة طويلة، مما يؤدي إلى تكوين يعني نسبة السيليكون إلى الأكسجين 1:3. يعني Si2O6 الفورميلا هي Si2O6، هاي عندما نقسمها على اثنين يطلع هنا 1 سيليكون وأكسجين 3. إذا نحسب عدد، ناخذ طبعا هنا موجة يعني صعود ونزول، ناخذ موجة، شوفوا محددينها احنا بهذا الخط، أوكي. فالموجة هذه نحسب بها يعني عدد السيليكون وعدد الأكسجين. كم سيليكون عندنا؟ عندنا هذا الأحمر 1، عندنا هذا 2، إذا Si2، إذا نفس الهاي Si2. زين O6 شلون نطلعها؟ نحسب 1، هذا أكسجين 1، 2 ورا السيليكون 3، هذا الأكسجين وهذا الأخ 4، وهذا 5 وراء السيليكون. هنا عندنا هذا الأكسجين نص هنا متشارك، فنص مع النص 1، فإذا الأكسجين هو 6. إذا Si2 1 2 في هذه الموجة، الأكسجين 6 1 2 3 4 5 نص مع النص 6، إذا Si2O6. راح ناخذ characteristic of pyroxene، يعني صفات البايروكسين. إذا تلاحظون رقم 1، pyroxene crystallize at higher temperature than amphibole، يعني البايروكسين يتبلور في درجة حرارة أعلى من الأنفيبول. رقم 2، pyroxene is anhydrous mineral، يعني البايروكسين معدن لا مائي. رقم 3، pyroxene commonly occur in prism grains، يعني البايروكسين يتواجد عادة بشكل حبيبات موشورية prism grains. Characterized by two sets of cleavage 87 إلى 93، يعني البايروكسين يتميز بسيتين من الانفصام. إذا تلاحظون في هذا الشكل، هذا السيت الأول وهذا السيت الثاني، تقريبا سيتين من الانفصام متعامدان. رقم 5، under retrograde metamorphism pyroxene commonly gives amphibole، يعني عند تحت التحول التراجعي retrograde metamorphism pyroxene commonly gives، يعني عادة ما يعطي البايروكسين معدن الأنفيبول. رقم 5، the chemical composition of pyroxene can be expressed by the general formula XYZ2O6، يعني بمعنى أنه الكيميكال كومبوزيشن، يعني التركيب الكيميائي للبايروكسين، عادة ما يعبر عنه بالصيغة الكيميائية العامة General Formula اللي هي XYZ2O6. شوفوا هنا Z2O6 يعني Si2O6 واللي هي الفورميلا مال الآينو سيليكيت.
حيث أن الأكسايد موقع الأكسايد يشغل الصوديوم، الكالسيوم، المنغنيز، الحديد، المغنيسيوم، الليثيوم، يعني إما واحد من هذه الكتيونات أو أكثر من واحد في موقع الأكس. بينما الواي سايد موقع الواي يشغل كتيونات المنغنيز، الحديد، المغنيسيوم، الحديد الثلاثي، الألمنيوم والكروم والتيتانيوم، يعني يكون أيضا واحد يعني في هذا الموقع، كتيون واحد أو كتيونين أو أكثر في هذا الموقع في واي سايد. بينما زد سايد يشغل من قبل السيليكون والألمنيوم، يعني إما اثنين أو إما واحد من هذه الكتيونات. Classification of pyroxene. تصنيف البيروكسين. The pyroxene can be divided into two subgroups based on chemistry and crystallography. بمعنى أنه مجموعة البيروكسين يمكن أن تنقسم إلى مجموعات أخرى بالاعتماد على الكيميائية والكريستالوغرافي والنظام البلوري. المجموعة الأولى First Orthopyroxene تسمى بالأورثوبيروكسين المختصر مالها OPX. نظامها البلوري يكون أورثورومبيك أو يسموها أورثورومبيك بيروكسين. تشمل هذه المجموعة Anesthetite Ferrocyanide Series، يعني بمعنى إذا تلاحظون في هذا الشكل المجموعة مجموعة، طبعا هذا الشكل يمثل دايجرام لتصنيف مجموعة البيروكسين. الانستيتايت فيروسيلايز سيريس بمعنى تكون في أسفل الدايجرام، هذه هي الانستيتايت فيروسيلايز سيريس. هاي تنقسم إلى عدة معادن بالاعتماد على التركيب الكيميائي. أول معدن هو الانستيتايت، يكون غني بالمغنيسيوم، هذا هو بالدايجرام أول معدن انستيتايت، برونزايت، هايبرستين، فيرو هايبرستين، إلايت وفيروسيلايت اللي يكون غني بالحديد. المجموعة الثانية من البيروكسين تسمى كلاينو بيروكسين، البيروكسين المائل مختصرها CPX. بهاي الحالة البيروكسين ينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين، المجموعة الأولى تسمى بالأورثوبيروكسين البيروكسين القائم، والمجموعة الثانية تسمى بالكلاينوبيروكسين البيروكسين المائل. تنقسم الكلاينوبيروكسين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تسمى بالمونوكلينيك بيروكسين البيروكسين أحادي الميل. طبعا البيروكسين أحادي الميل مونوكلينيك بيروكسين يحتوي على أربعة سلاسل معدنية، السلسلة الأولى تسمى دايبسايت هيدنبرغاي سيريس، وإذا تلاحظون في الدايجرام موقعها يكون في الوسط، هذه هي الدايبسايت هيدنبرغاي سيريس، تحتوي على ثلاث معادن. المعدن الأول دايبسايت، هذا هو الدايبسايت تركيبه الكيميائي، يحتوي على كالسيوم ومغنيسيوم. الكالسيوم لأن الانستيتايت يعني يكون غني بالمغنيسيوم، والولستونايت اللي راح ناخذه لاحقا ان شاء الله من اشباه البايروكسينايت يكون غني بالكالسيوم، فاذا هذا موقعه يكون في الوسط فيحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم. عندنا المعدن الاخر هو هيدنبرغايت، الهيدنبرغايت يكون غني بالكالسيوم والحديد، الكالسيوم مأخوذة من الولستونايت والحديد مأخوذ من الفيروسيلايت، ولهذا يكون الهيدنبرغايت غني بالكالسيوم والحديد. المعدن الثالث يسمى بالأوجايت، الأوجايت هو من المعادن اللي تكون يعني موقعها ضمن سلسلة الدايبسايت هيدنبرغايت سيريس، وهذا يكون المعدن موقعه في هذا المكان. السلسلة الثانية تسمى بالبيجونايت، موقعها في الدايرام إذا تلاحظون، هذه هي سلسلة البيجونايت. السلسلة الأخرى تسمى بالبيروكسين الصودي، صوديك بيروكسين، تشمل هذه أربعة معادن، الإجرين، الإجرين أوجايت، الجدايت، الأنفسايت. هذه المعادن الأربعة تكون غنية بالصوديوم Na. المجموعة الأخرى تسمى بالليثيوم بيروكسين، يعني البيروكسين الذي يحتوي أو الغني بالليثيوم. سبودومين، السبودومين هو البيروكسين الغني بالليثيوم.
القسم الثاني من الكلينوبايروكسين يسمى بالترايكلينيك بايروكسين، يعني البايروكسين الثلاثي الميل، أو يسمى بين قوسين بايروكسينويد جروب. بايروكسينويد جروب يعني أشباه البايروكسين. These are the number of silicate minerals that have as do the pyroxene. A ratio Si2O equal 1:3. بمعنى هنالك عدد من المعادن السيليكاتية تمتلك نسبة مثل بايروكسينات، لكن but with structure which are not identical to those of pyroxenes. لكن بنيتها البلورية تكون أو لا تتطابق identical لا تتطابق مع هذه البيروكسينات. These minerals are called pyroxenoid. تسمى هذه المعادن بأشباه البيروكسين، يعني هي تشبه البيروكسين في النسبة لكن بنيتها البلورية تختلف عنها. وتشمل هذه البيروكسينويد الولستونايت، الرودونايت، والبيكتولايت. نأخذ بعض الأمثلة على مجموعة البيروكسين أو السينجل تشين. عندنا المثال الأول هو على سلسلة الإنستيتايت فيروسيلايت سيريس. الكريستالوغرافي يعني النظام البلوري يكون أورثورومبيك. طبعا أورثورومبيك لأن هذه السلسلة هي تعود إلى سلسلة الأورثوبيروكسين، البيروكسين القائم. الكالر يكون غري أو يلو، يعني غري يعني رمادي أو أصفر. الكليفج يكون تو سيتس، يعني طقمين أو مجموعتين من الانفصام تقريبا 90 درجة. الدياجنوستيك فيتشرز الصفات المشخصة الكالر أند كليفج، اللون والانفصام. الأوكيرنس طبعا التواجد، تواجد الانستيتايت والفيروسيلايسيريس في الصخور النارية إغنياس روكس مثل البريوتايت، الجابرو، النورايت and بازلت. Also in metamorphic rocks يعني وأيضا تتواجد هذه السلسلة في الصخور المتحولة مثل صخرة الجرانيولايت. المثال الثاني هو على سلسلة الدايبسايت هيدنبرغاي سيريس، مضاف إليها معدن الأوجايت. طبعا هذه تعود للكلينوبايروكسين. الكريستالوغرافي مونوكلينيك، الكالر وايت تو لايت جرين، أبيض إلى أخضر فاتح. الكليفج أيضا توسيت، لأن التوسيت هو مميز لمعدن البايروكسين. الدياجنوستيك فيتشر كريستال فورم بريزماتيك فورم، يعني شكل بلوري يكون موشوري بريزماتيك فورم. And cleavage، والكليفج من الصفات المشخصة لكل مجموعة البيروكسين. الأوكيرنس تتواجد هذه السلسلة في الصخور النارية مثل البيريوتايت and غابرو. Also in metamorphic rocks، وكذلك في الصخور المتحولة مثل صخرة الماربل. الماربل هي صخرة متحولة تماسية. المثال الآخر أيضا يعود للكلينوبايروكسين، البيروكسين المائل، هو معدن الإجرين أو ما يسمى بين قوسين أكمايت. صفاته الفيزيائية نظام البلوري مونوكلينيك، الكالر براون أو جرين يعني بني أو أخضر. الكليفج أيضا توسيت، لأن الكليفج هذا مميز للبيروكسين بشكل عام اللي يكون تقريبا 90 درجة متعامدان، يعني مجموعتين من الانفصام متعامدان. Diagnostic features prismatic crystals and color، يعني بلورات موشورية واللون يعد من الصفات المشخصة للإجري. الأوكيرنس التواجد في الصخور النارية مثل صخرة النفرين سيانايت. طبعا الإجرين، معدن الإجرين هو صوديك بايروكسين، البايروكسين الصودي. المثال الآخر أيضا يعود للكلينوبايروكسين وللبايروكسين الصودي أيضا Na بايروكسين أو صوديك بايروكسين. كريستالوغرافيك مونوكلينيك، الكالر أبل جرين أو وايت، يعني أخضر يشبه لون ثمرة التفاحة أبل جرين أو يكون أبيض. الكليفج أيضا توسيت. عند دياغنوستيك فيتشرز يعني الصفات المشخصة الكالر الجرين، هذا من الصفات المشخصة لمعدن الجادايت. عندنا الأوكيرنس يتواجد في الصخور المتحولة، إذن الجادايت هو من المعادن من معادن البايروكسين التي تكون غنية بالصوديوم عفوا، وتتواجد فقط في الصخور المتحولة.
المجموعة الثانية من الأينوسيليكيت تسمى بالدبل تشين، السلسلة المزدوجة، أو تسمى بأنفيبول جروب، مجموعة الأنفيبول، بينما كانت المجموعة الأولى تسمى سينجل تشين بايروكسين جروب. If two chains are linked together, we can form double chains. يعني إذا ارتبط السلسلتان مع بعضهما سوف نحصل على سلسلة مزدوجة. إذا تلاحظون في الشكل الأدنى هذه السلسلة الأولى ارتبطت مع سلسلة ثانية فأصبح عندنا سلسلة مزدوجة double chain. The basic structure unit. The basic structure unit is Si4 O11 والنسبة تكون الـ Si 4 والأكسجين 11. إذا نضربها في 2 الـ Si 8 راح يكون والأكسجين 22. إذا نحسب الـ Si 4 والـ O11 في هذه السلسلة المزدوجة راح نأخذ موجة كاملة، يعني صعود ونزول مثل ما شرحناها بالسينجل تشين، نفس الحالة بالسلسلة الثانية صعود ونزول، ونحسب السيليكون والأكسجين في هذه الموجة. السيليكون أربعة، هذا واحد في الوسط، وهذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، هذا السيليكون أربعة. الأكسجين 11، هذا واحد، هذا اثنين اللي يكون خلف السيليكون، وهذا ثلاثة، أربعة، وعندنا نص هنا ونص هنا، هذه صار خمسة، هذا ستة، هذا سبعة، هذا ثمانية، هذا تسعة، هذا عشرة، طلع عندنا هنا نص، مع النص صار عندنا 11، إذن 11 أكسجين. مميزات الأنفيبول، كاركترستيك أوف أنفيبول. رقم واحد، أنفيبول كاركترايز at lower temperature than pyroxene، يعني الأنفيبول يتبلور في درجة حرارة أقل من البيروكسين. الأنفيبول is hydrous mineral، يعني الأنفيبول يكون معدن مائي بينما البيروكسين معدن لا مائي. أنفيبول commonly occur in prismatic elongated crystal، بمعنى prismatic elongated crystals يعني بلورات، يكون الأنفيبول على شكل بلورات موشورية طولانية. Crystallized by two sets of cleavage 56 إلى 24، يعني يحتوي على سيتين من الانفصام بزاويتين 56 و 24. شوفوا هاي الزاوية الصغيرة الحادة 56 وهاي الزاوية المنفرجة 124. رقم خمسة، أنفيبول has lower specific gravity compared with pyroxene، يعني الأنفيبول يحتوي على كثافة نوعية أو وزن نوعي أقل من البيروكسين. رقم ستة، the general formula، يعني الصيغة الكيميائية العامة للأنفيبول هي W0-1، يعني 0 to 1 X2 Y5 Z8 O22 by OH by 2، حيث أن الـ W تحتوي على كاتيونات الصوديوم والبوتاسيوم اللي يسمى بموقع أي سايت، الـ X تمثل أو تحتوي أو يشغلها كاتيونات الصوديوم، الكالسيوم، المنغنيز، الحديد الثنائي، المغنيسيوم أو الليثيوم، ويسمى أيضا بموقع M4 سايت. الـ Y يشغلها كاتيونات المنغنيز، الحديد الثنائي، المغنيسيوم، وعندنا الحديد الثلاثي الألمنيوم أو التيتانيوم، ويسمى أيضا بموقع M1 M2 and M3 سايت. عندنا الزيت هو موقع التتراهيدرال سايت الذي يشغل من قبل كتيونات يعني السيليكون والألمنيوم. عندنا الهيدروكسيل سايت، يعني موقع الهيدروكسيل إما يحتوي على ماء أو فلور أو أكسجين. بالحقيقة مجموعة الأنفيبول مجموعة كبيرة تضم عدد كبير من المعادن، لكن راح نأخذ بعض المعادن التي توجد في هذه المجموعة. أول معدن هو الهوربلنت، صفاته الكريستالوغرافي مونوكلينيك، الكالر دارك جرين تو بلاك، يعني أخضر داكن إلى أسود، كليفج تو سيتس بيرفكت، يعني سيتين من الانفصام لكنهما غير متعامدان كما في البيروكسين. الدايجنوستيك فيتشرز، يعني الصفات المشخصة، كريستال فورم بريزماتيك، يعني بلورات موشورية، بلورات موشورية الشكل، اند كليفج انجل، وزاوية انفصام. زاوية الانفصام تعد من الصفات المشخصة لمعدن الهورن بلنت، لأن زاوية الانفصام تكون 56 و 124.
الأوكارنس في الصخور النارية مثل السيانايت والدايرايت، كذلك التواجد في الصخور المتحولة مثل الأمفيبولايت. المثال الثاني هو التريمولايت، معدنين هما تريمولايت وأكتينولايت. كريستالوغرافي مونوكلينيك، الكالر وايت تو جرين، أبيض إلى أخضر. الكليفج تو سيتس بيرفكت يعني تام الانفصام. Diagnostic features الكالر صفة مشخصة، prismatic بلورات موشورية الشكل، and cleavage الكليفج صفة مشخصة في الأمفيبول ككل لأن يمتلك سيتين من الانفصام غير متعامدان بزاويتين 124 و56 درجة. الأوكرنس تريمولايت and actinolite found in metamorphic rocks، يعني التريمولايت والأكتينولايت هذين المعدنين يتواجدان فقط في الصخور المتحولة. إلى هنا نصل أعزائي الطلبة إلى نهاية المحاضرة الخامسة.